السلام عليكم. بعد عودته من الجزائر، الرئيس الموريتاني يتلقى خبر صادم، وقطر تقدم هدية ثمينة لتبون. أعلن مكتب رئاسة الجمهورية في موريتانيا أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصيب بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثبتته الفحوصات بعد أيام من عودته إلى البلاد عقب زيارة امتدت لثلاثة أيام إلى الجزائر. وقالت الرئاسة الجمهورية إن الفحوص الطبية التي أجراها أمس الاثنين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إصابته بالزكام أظهرت إيجابية النتيجة والإصابة بفيروس كورونا وصفة الأعراض المرافقة للإصابة بالخفيفة. ويأتي ذلك بعد أن كان ولد الشيخ الغزواني قد عاد لبلده منتصف الأسبوع الماضي بعد زيارة الدولة إلى الجزائر، وهي الأولى من نوعها. التقى خلالها نظيره عبد المجيد تبون وأجرى معه مباحثات على الانفراد. امتدت الزيارة التي بدأت يوم الاثنين 29 دجنبر 2021 لثلاثة أيام. وكان الغزواني قد انتقل إلى الجزائر بعد إعلانه استعداد بلاده لعب دور وساطة بين المغرب والجزائر في محاولة لإنهاء الأزمة بين البلدين الجارين، كما وقع مع نظيره الجزائري عدة اتفاقيات من بينها إنشاء طريق بري بين تندوف والزويرات. ولم تذكر رئاسة الجمهورية الموريتانية ما إذا كانت الإصابة الرئيس قد حدثت في الجزائر، لكن هذه الأخيرة تعاني من ارتفاع ملحوظ في الإصابات مؤخرا. كما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الاثنين الشيخ جاسم بن أحمد آل الثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية. ولفتت الوكالة إلى أن ممثل أمير قطر سلم تبون سارية علم كأس العرب لكرة القدم التي تم تتويج المنتخب الجزائري بها، وهي سارية ذهبية مرصعة باللؤلؤ وتحمل شعار البطولة. وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل الثاني إنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة تناولت العديد من القضايا. وكتب عبد الرحمن آل الثاني على تويتر يوم الاثنين الماضي: سعدت بمكالمة أخ الوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية، مضيفا: ناقشنا العلاقات الأخوية بين بلدينا والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. أما وزير الخارجية الجزائر فكتب على صفحته على تويتر إنه تبادل التهاني بالمناسبة العام الجديد مع وزير الخارجية القطري، ولفت إلى أنه تم استعراض وضع علاقات ثنائية بين البلدين إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة العربية. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.